السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. إذن في إطار الاستعداد للامتحان الموحد المحلي، نراجع معكم بعض الدروس التي قدمت في بداية السنة. إذن كما قلنا لكم، فإن تدريس المادة في السلك الإعدادي تعتمد على تحقيق أهداف. ففي السنة الأولى من التعليم الإعدادي، الهدف في دراسة المادة وهو الحفاظ على الماء. إذن أول درس هو الماء من حولنا، لو وتغدنو. آخر درس في السنة الأولى وهو معالجة المياه الصالحة للشرب. إذن كيف نحصل على الماء الصالح للشرب وكيف نعالجه بعد الاستعمال؟ بالنسبة للسنة الثانية، الهدف من دراسة المادة وهو الحفاظ على الهواء. كان أول درس وهو لير أوتور دو نو، الهواء من حولنا، وآخر درس لا بوليسيون دو لير، تلوث الهواء. أما في السنة الثالثة فالهدف من تدريس المادة وهو تحقيق الهدف التالي، الحفاظ على الصحة والبيئة، لا بريزيرفاسيون دو لا سونتي اي لونفيرونمون. إذا من أجل تحقيق هذا الهدف، إذا نقوم بدراسة بعض الدروس التي تجلى في الدرس الأول وهو quelques matériaux au quotidien، يعني بعض المواد المستعملة في الحياة اليومية. إذا les objets ou bien corps sont formés à partir de matériaux. إذا الهدف من هذا الدرس هذا خصنا نميزو ما بين الجسم والمادة. إذا الجسم هو لوبجي أو بيان كور، والمادة بطبيعة الحال كنقولو ماتيير أو بيان ماتيريو. إذا هذه المواد التي تحيط بنا تتألف أو تتكون من ثلاث عائلات كبيرة، لي غروند فامي دي ماتيريو سون. إذا لي ميتو الفلزات، لو فيغ الزجاج، لو بلاستيك البلاستيك، كلمة عرنسية. إذن أشنو خصنا نعرفو عليهم باش غادي نميز بأن واحد المادة واش هي ميتال ولا فيغ ولا بلاستيك؟ إذا عندنا لي ماتيريو، عندنا لو فيغ، لي كاركتيريستيك ديالو لي ترونسبارون، إذن شفاف، امبرميابل، غير منفذ للسوائل أو الغازات، كاسابل، قابل للكسر، لا يقاوم، إيزولون إلكتريك، عازل كهربائي، موفي كونديكتور دو لا شالور، إذا ضعيف التوصيل الحراري. هذا بالنسبة للخواص ديال الزجاج. إذا عندنا لي ميتو، الفلزات، أوباك يعني معتمة، امبرميابل غير منفذة للسوائل والغازات، ريزيستون أو شوك، إذا ريزيستون أو شوك يعني تقاوم الصدمات، كونديكتور إلكتريك إي تيرميك، إذا موصلة جيدة للتيار الكهربائي وللحرارة. ثم لو بلاستيك، إلي امبرميال، إذا غير منفذ للسوائل والغازات، ليجي خفيف، إيزولون عازل، إيزولون إلكتريك إي ألا شالور، يعني عازل للتيار الكهربائي وللحرارة. هذا باش غادي نميزو ما بين فيليز يعني ميتال ولا زجاج ولا بلاستيك. اذا غادي نشوفوا الخواص ديال الفلزات والمواد البلاستيكيه. اذا بالنسبه للفلزات، اذا كيك بروبريتي دي ماتيريو، اذا ميتو اي بلاستيك، ادو لي ميتو ايزيال. اذا الفلزات المعتاده لدينا وهي الحديد لو فير الرمز ديالو اف او، لو كويفر الرمز ديالو سي اي، الالومنيوم الرمز ديالو ال، اي لو زان الرمز ديالو زد ان. اذا هادو هما بعض الفلزات اللي نتوما مطالبين بهم باش يكونوا في المواد ديال الامتحان. اذا باش كيتميز الحديد، اذا هنا غالبا كنعطيو في واحد السؤال ثالث مثلا على بعض النقاط، بعض الاسئله اللي كتعلق بهذا الشيء، كيف اميز بين الحديد والنحاس والالومنيوم والزنك؟ اذا اول علامه كنميزو النحاس، نحاس سي اي، عنده واحد لاكولوغ روج، روج بريك، لاكولوغ ديالو روج بريك.
هذا نحاس لا كولور ديالو روج بريك. اذا ثم عندنا الحديد هو ثاني جسم نقدر ناخذه. علاش؟ Il est attiré par un aimant. Dans l'aimant, attire le fer. Il n'attire pas le cuivre ou bien l'aluminium ou bien le zinc. Un aimant. C'est un aimant. Ce n'est pas du fer. Dans l'aimant, il s'attache à ce boradi. Donc, maintenant, l'aluminium et le zinc. Alors, quel est le chemin de l'aimant? Gris, blanc, gris. إذن باش كنميزو بيناتهم الكتلة الحجمية لا ماس فوليميك، لا ماس فوليميك ديال الألمنيوم 2.7 غرام بار سنتيمتر كيب، بينما لا ماس فوليميك ديال الزنك 7.13 غرام بار سنتيمتر كيب. إذن كنميز ما بين الألمنيوم والزنك باليدين مثلا شكون اللي ثقيل. إذن كنلقى بأن الزنك أثقل من الألمنيوم أو الألمنيوم أخف. إذن هادو هما ثلاثة ديال الأشياء اللي نعتمدوا عليهم. نعتمدوا على اللون بالنسبة للنحاس، نعتمدوا على المغناطيس بالنسبة للحديد، وبالنسبة للألمنيوم والزنك نعتمدوا على الكتلة الحجمية يعني لاماس فوليميك. إذن بالنسبة للبلاستيك، البلاستيك طبيعة الحال كناخذوا واحد البلاستيك معتدل يعني مقرب. عندنا لو بوليتيلين، الرمز اللي كنكتبوا به هو بي او بولي ايتيلين، بي كتعني بولي يعني متعدد. اذا الرمز اللي عنده هو 2 و4، يعني هاد بي او فيه جوج ديال الانواع، بي او بي دي و بي او اش دي. بي او اش دي هو اللي فيه العلامه 2، و بي او بي دي هو اللي فيه العلامه 4. ثم عندنا البوليستيغان، البوليستيغان بي اس عنده الرقم 6. ثم البوليكلوريغ دو فينيل بي بي سي الرقم ديالو 3. اذا باش غادي نميز بين هاد 3 ديال الانواع ديال البلاستيك؟ اذا بالنسبه للبوليتيلين كنقولوا لو تيست دو فلوطابيليتي، اذا خاصيه الطفو، اذا الطفو على الماء. اذا فاش غادي ندير واحد القطعه ديال البلاستيك فوق الماء العادي، فإن هذا النوع ديال البلاستيك يطفو على سطح الماء. دونك يطفو على سطح الماء العادي ويطفو على سطح الماء المالح. بطبيعة الحال إذا كان كيطفو على سطح الماء العادي راه بالضرورة غادي يطفو على سطح الماء المالح، لأن الكتلة الحجمية ديال الماء المالح أكبر من الكتلة الحجمية ديال الماء العادي. بالنسبة للبوليستيغان بي اس لا يطفو على سطح الماء العادي، ولكن يطفو على سطح الماء المالح، ولكن عنده واحد الميزة أخرى مغلا غادي يطفو، وهو الذوبان في الاسيتون، السوديسو دون لاسيتون. يعني فاش كنديرو قطعه ديال البوليستيغان في السائل ديال الاسيتون يذوب هذا البوليستيغان، ما كيبقاش كيذوب. ثم بالنسبه للبوليكلوريغ دو فينيل، اذا فهو لا يطفو بصفه عامه على الماء العذب او على الماء المالح، ولكن الميزه التي تميزه وهو انه عندما يحترق يعطي لهبا اخضر. اللهب ديال الموقد كيكون ازرق احتراق كامل، وكيفاش كنقربوا منه مثلا هذا البلاستيك اللي هو بي بي سي، اذا كيولي اللون ديال اللهب، اللون ديال اللهب اخضر. اذا شنو هو الهدف الرئيسي من الدراسه ديال هذا الفصل ما بين الجسم والماده؟ اذا قلنا بان الجسم يتكون من ماده او مواد. اذا المادة هي مكون للجسم، إذا ما خصناش نخلطو ما بين الجسم والمادة. بحال مثلا عندنا هذه السبورة، أن طابلو، سي أن كو، سي أن أوبجي. ألوغ لو ماتيريو بيان لي ماتيريو كي لي كونستيتي، شكون هي المادة ولا المواد اللي كتكونو؟ إذا قلنا عندنا واحد الطرف ديال الألمنيوم هنا، الألمنيوم، وتحت كاين الحديد، كاين الحديد بطبيعة الحال حنا صابغينو باش ما يبانش اللون ديالو، باش يبانش كتبة تكون في هاد السبورة هادي، إذا مصبوغ. إذا ثم عندنا مثلا ان ستيلو، ها هو ان ستيلو، هذا الستيلو هذا سي ان اوبجي، ولكن شكون هي المادة ولا المواد اللي كتكونو؟ بلاستيك، هذا بلاستيك اللي كيكونو. إذا هنا كنميز ما بين الجسم والمادة. ثاني شيء هذا الدرس هذا الهدف ديالو شكون هي المادة اللي غادي نختارو بالنسبة للتلفيف أو التعليم، يعني كما قلنا دائما الحفاظ على الصحة والبيئة. إذا هنا
نحافظوا على الصحه ديالنا والبيضة غادي نمشي نشريو شي ماكول. اذا غادي يكون في واحد العلبه او غادي يكون في واحد البلاستيك او غادي يكون في واحد القنينه. اذا دائما كنلقاو هاد الانواع الثلاث، اما فيغ ولا ميتال ولا بلاستيك. اذا نشوفوا شكون هي الحاله اللي غادي نستعملوا فيها هاد المواد هذه، لا بالنسبه للنقل ولا بالنسبه للصحه الى غير ذلك. اذا هذا هو الهدف ديال هاد الدراسه هذه. وهنا نعاود باش ننتقلوا للدرس الثاني اللي هو لماذا الفلزات توصل التيار الكهربائي بينما الزجاج او البلاستيك لا يوصل التيار الكهربائي. باش نجاوبوا على السؤال هذا كنطرقوا الماده المكونه لي او الاشياء اللي كتكون الماده، يعني الفرق كاين اختلاف ما بين ماده البلاستيك والزجاج عن ماده فيليز من الفلزات. اذا لهذا كنعرفوا بان الماده كتكون من ذرات. عرفتوا في السنه الثانيه بان هاد الماده هي اللي كتكون الاجسام وهذه الماده كتكون من ذرات. اذا هاد الذرات هنا بالنسبه للسنه الثالثه قلنا بان الاتوم اللي كونستيتي دان نوايو انزيلكترون. اذا لو نوايو كاين في الوسط والانزيلكترون كيدورو حول هاد لو نوايو هذا وبيناتهم واحد الفراغ. اذا بالنسبه لو نوايو il porte une charge électrique positive. هذه لا شارج كنكتبو كي ان لا كونتيتي ديالكتريسيتي ان ديال النوايو كتقال بليس زد او. بالنسبه للزيليكترون il porte une charge électrique négative. اذا كيلون او موان او موان هو الرمز ديال الالكترون كيساوي ناقص زد او. اذا هاد او شكون هي؟ هي لا شارج اليمونتيغ الشحنه الابتدائيه. شحال القيمه ديالها؟ القيمة ديالها 1.6 × 10 أس ناقص 19 كولوم. ثم هاد الزادة شنو كتعني؟ كتعني لو نيميرو أتوميك. أشنو كيعني لو نيميرو أتوميك؟ نومبغ دي شارج بوزيتيف دي نوايو، عدد الشحنات الموجبة اللي كاينة في النواة. ثم أش كيعني؟ كذلك كيعني نومبغ دي زيليكترون دو لاتوم. يعني علاش كنديرو هاد المراجعة؟ لأن هاد العدد غادي تعطيكم مجموعة من الذرات وغادي نطلبوكم باش تحسبوا لنا الشحنه ديال النواه ولا الشحنه الكهربائيه ديال الالكترونات. اذا لاتوم اليكتريكمون نوتر، الذره متعادله كهربائيا. اشنو كتعني؟ كيعني ان هاد كميه الكهرباء اللي كاينه في الذره كتساوي الكميه ديال الكهرباء اللي كاينه في النواه زائد الكميه ديال الكهرباء اللي كاينه في الالكترونات. اذا عندنا ديال النواه هي زائد زد او زائد ناقص زد ديال الالكترونات كتعطي لنا صفر، اي الذره الكتريكمون نوت خصها دير ان با شارجي، يعني لا سوم دي شارج بوزيتيف ديال النواه كيساوي لا سوم دي شارج نيجاتيف ديال الزيليكترون. اذا هذه هي لاتوم الكتريكمون نوت، يعني الذره دائما كتكون متعادله كهربائيا. اذا هنا شنو كيوقع باش نفسروا عمليه التكهرب؟ ليزيون الايونات النيون ايتي سي دان لاتوم d'un groupement d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. يعني الايون ناتج عن ذره او مجموع ذرات فقدت او اكتسبت عددا من الالكترونات. دونك عندنا il existe deux sortes ديال هاد ليزيون، عندنا ليزانيون وعندنا لي كاتيون. اذا توجد نوعان من الايونات، انيونات وكاتيونات. اذا شكون هو الكاتيون؟ كاتيون سي تانيون شارجي بوزيتيف، صافي دير ليون اي شارجي بوزيتيف فورمي بار بيرت ديليكترون، يعني ناتج عن فقدان ذره او مجموعه من الذرات لعدد من الالكترونات. اذا كيف نرمز له؟ نرمز له بالرمز ديال الذره والفوق كيكون واحد العدد ديال زائد ام زائد. اذا هذا ام زائد كتعني لا شارج ديال الايون كتعني زائد ان او، غادي نشوفها بالتفصيل. ثم عندنا لانيون، شكون هو لانيون؟ سانيون شارجي نيجاتيفمون فورمي بار ان غان ديليكترون لو سامبول ديالو. اذا عطينا اي ام موان، شكون هاد ام موان؟ لا شارج ديال هاد الايون موان ام او، يعني هاد ان راه عدد وهاد ان راه عدد. اذا غومارك النيون مونو اتوميك اي كونستيتي دان سول اتوم، الايون احادي الذره يتكون من ذره واحده.
Anion polyatomique, متعدد الذرات, est constitué de plusieurs atomes regroupés. D'accord? Alors, exemple, عندنا مجموعة ديال لي زيون Fe 3 plus, Cl moins, HO moins, Al 3 plus, Zn 2 plus, H3O plus, C 2 plus. علاش عرفتكم هادو؟ لأن هما اللي كيتلاو في الدروس اللي غادي نقراوهم إن شاء الله، اللي قريتوهم إن شاء الله، باش تعرفوا المراجعة في هذا الفن هذا. إذا عندنا لو تيب ديون، واش كاتيون ولا أنيون؟ غادي نطلبوا لكم مثلا نعطيكم شي زيكزومبل نقول لكم واش أنيون ولا كاتيون. ثانيا واش مونو ولا بولي اتوميك. ثم لا شارج ديال ليون ولو نون ديال ليون خصكم تكونوا تعرفوا. اذا نعرفوا لو تيب ديال ليون واش كاتيون ولا انيون، واش مونو ولا بولي اتوميك. ثم لا شارج ديالو يعني الشحنه الكهربائيه ديالو. ثم الاسم ديالو واش اذا غادي نعرفوا هاد الامثله. عندنا اف او 3 بلس، اذا من خلال هادشي اللي قلنا هنايا كيحمل زائد هذيك ان بالنسبه لهذا هي 3، هي 3. اذا شكون هي لاشارج ديالو؟ غادي تكون زائد 3 او. هذا كيحمل رقم زائد، قلنا زائد هو ستان كاتيون، دونك سي ستان كاتيون. مناش كيتكون؟ كيتكون من ذره واحده، واخا راه في جوج ديال الحروف، راه الحرف الاول كبير ماجيسكيل والاخر مينيسكيل، صافي ديال ان اتوم، درس ديال العامدات. إذا ستانكاتيون مونو أتوميك، لا شارج ديالو كنكتب زائد 3 أو. ها هي السمية ديال هذا، سميتو إيون فيغيك. أنا ما عقلتش على فيغيك، كنقول أو إيون فيغ غوا، إيون فيغ غوا، هاد غوا اللي كاين الفوق. ثم غادي نمشي للآخر، هذا سي إل موان، سي إل موان بطبيعة الحال قلنا لكم في الآخر سميتو إيون كلوغيغ، ألو نون ديالو هو إيون كلوغيغ ماشي كلوغ. كلوغ هو الاطوم السائل، ماذا ايون كلوغيغ. اذا كيحمل رقم ناقص هنا، ومع ما كتبين شي رقم يعني كاين تما واحد، بحال ناقص واحد، واحد ما كنكتبوهاش. اذا انيون مونو اتوميك، شحال الشارج ديالو؟ موان او، يعني موان واحد او، ولكن داك واحد ما كنكتبوش، موان او. اذا كما قلنا الاسم ديالو كلوغيغ. هذا اش او موان، كنا كنسميوه او اش موان، سي لا ميم شوز. اشنو كيتسمى؟ كيتسمى ايون هيدروكسيد، هذا غتعامل معاه بزاف، لذلك خاصكم تحفظوا الاسماء هذو. ايون هيدروكسيد، دونك مناش كيتكون؟ واحد لاطوم ديال الهيدروجين وواحد لاطوم ديال الاكسجين. اذا اش نيتو؟ سان انيون بولي اتوميك، لا شارج ديالو هنا موان، دونك موان او، ايون هيدروكسيد. عندنا ال 3 بلس، دونك ا ماجيسكيل ا مينيسكيل، هذا سي ان ايون مونو اتوميك. Sanion monoatomique, c'est un cation car elle a perdu 3 électrons monoatomiques. La charge zéro plus 3E et dans le smito ion aluminium. Zn2 plus, Z majuscule, N minuscule, on fait juste Z fort. Donc c'est un ion, c'est un cation monoatomique, c'est un, et elle a perdu 2 électrons. Et dans la charge zéro plus 2E, ion zinc. كنقولو جوج دو بليس ايون زانك. الوغ اش 3 او بليس، هنا عندنا ثلاثة ديال الذرات ديال الهيدروجين وحدة ديال الأكسجين، وعندهم الفوق زائد، يعني زائد سي تان كاتيون. واش مونو ولا بولي؟ بما أن فيه بزاف ديال الذرات سي تان بولي أتوميك. شحال لا شارج ديالو؟ لا شارج ديالو هي زائد أو، زائد واحد أو، مكيحكموش هاد الواحد. إذا ليون ديال ليون هذا سميتو ايون أوكسونيوم، أوكسونيوم كان كيتسمى سابقا هيدرونيوم، كيف كيتسمى هيدرونيوم، ورجع الاسم ديالو اوكسونيوم. سي دو بليس، سي ان كاتيون مونو اتوميك، عندو بليس دو زو، يعني سافو دير لا شارج ديالو هي بليس دو زو. سي ليون كويفر دو، ما كاين ليون كويفر ان، سي ليون كويفر دو. دونك حنا عرفنا كيفاش كنسميو هاد الايونات. إذا هنا فاش كنلقاو زائد يعني أن الذرة فقدات دي زيليكترون، علاش؟ لأن النواة ما كتغيرش، لو نوايو ديال لاطوم هو لو نوايو ديال ليون، شكون اللي كيتغير؟ هو العدد ديال الإلكترونات.
اذا الذره الى فقدات علاش قلنا متعادله كهربائيه مقبله، قلنا العدد ديال لا شارج بوزيتيف قد العدد ديال لا شارج نيجاتيف. اذا فاش كتفقد ديزيليكترون اذا بطبيعه الحال غتولي عندها الشحنه ديال لي شارج بوزيتيف اكثر، عفوا العدد ديال لي شارج بوزيتيف اكثر من لي شارج ديال نيجاتيف. و الى اكتسبت غادي يولي عندها العدد ديال لي شارج نيجاتيف اكثر من ديال البوزيتيف. اذا الفوق باش غادي نعرف فاش كنلقى زائد الفوق يعني ان الذره فقدات واحد العدد من الالكترونات. شحال هو داك العدد؟ هو الرقم اللي كيكون مسجل هنا. بحال هذه فقدات 3، هذه فقدات 2، هذا فقد غير واحد وهذه فقدات 2. عاود العكس الا كان عندي الرقم ديال 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 الرقم سالب او لو سين سالب الفوق عندي موان، هنا ضربت الكلور اكتسبت الكترون، هنا ايون الهيدروكسيد اكتسب واحد الالكترون، يعني هاد جوج ذرات اكتسبوا الكترون. ثم عندنا مثلا ذرات الاكسجين كنكتبوا او دو موان، صافي دير اكتسبت جوج ديال الالكترون. ذرات الازوت كنكتب ان غوا موان، يعني اكتسبت ثلاثه ديال الالكترون. اذا هذا فيما يخص هاد الايونات. اذا نجاوبوا على السؤال اللي طرحنا قبيله، لماذا الفلزات توصل التيار الكهربائي؟ اذا بكل بساطه هاد الفقدان ديال الالكترونات كيكون عند الفلزات. علاش كيكون عند الفلزات؟ لان عندهم واحد الالكترونات اللي كتكون في الطبقه الاخيره ديالهم، غادي تقراوها العام الجاي ان شاء الله في سجل المشترك، كتسمى الالكترونات الكترونات حره. اذا فاش كتاخذ شي طاقه اذا كيسهل الانتقال من ذره لذره، اذا لهذا كتوصل مع الطاقه الحراريه او الطاقه الكهربائيه. اذا هذا هو السبب علاش الفلزات توصل التيار الكهربائي والبلاستيك او الزجاج غير موصل، لان الالكترونات اللي كاين في هذوك المواد البلاستيك ولا الزجاج مرتبطه جدا بالنواه ديالها، ماشي بحال الالكترونات اللي كاينين عند الفلزات. يعني فاش كياخذوا واحد الطاقه اذا كيسهل لهم الانتقال من ذره الى اخرى، وهذا غادي تبحروا فيه العام الجاي ان شاء الله. هذا هو المطلوب منكم في الدرس الاول والدرس الثاني.